في هذا المقطع سوف أشارككم ثغرة الحصول على أقوى لاعبي باكج الدوري الإيطالي، 4 لاعبين من أسي ميلان و4 لاعبين من إنتر ميلان. سوف أشارككم ثغرة تزيد حظوظك بنسبة خيالية للحصول على اللاعب باستوني إن شاء الله هيرنانديز، كذلك نسخ أسطورية جيرود، كذلك سومر. المهم أخواني الكرام، أول خطوة سوف نقوم بها الدخول عند سومر مرتين، ثم نفشى عند جيرود، ركزوا معي يا إخوان، ثم بوليزيتش سوف ننتقل عنده مرة واحدة والإطلاع على إحصائيته بالسريع هكذا يا إخوان، ثم نفس الشيء عند توران، بعدها سوف ننتقل 4 مرات عند باستوني. بالنسبة لهيرنانديز مرتين هكذا يا أخي الكريم، والإطلاع على إحصائيته مرة ثانية، ثم مباشرة ما علينا سوى الرجوع واللف باللفة المجانية كما تلاحظون. كما تلاحظون اخوان باستوني مضمون يا اخواني الكرام، يعني هذه النسخة لباستوني تعتبر لمن اقوى لاعبي هذا الباكج يا اخي الكريم. احلى سكرين شوت لباستوني،